السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. من اليوم البنات بغيت ندير لكم واحد الرشمه زوينه وجديده، كتجي في جلابه شتويه روبيه، كتجي واعره سواء انت في القميجات سوميج، قميجه ديال الخروج ديال البنات او ديال البنيتات الصغار. المهم بقاو عليا، بقاو معايا على نرسمت على شكل الراس وكتاف، يعني ما كاين لا عينين لا والو، غادي يعني نصاوبوا الطريقه ديال الشعر. بقاو معايا. المهم انا حاولت رسمتها هنايا، حاولت كنقاد باش كن بديت كناخذ العبار نشوف شكون اللي حسن، خديت هذه باش تبان لكم. هيا دابا انا غناخذ الخيط، خديت في المارو باش ندير الكحل، قسمت الرشمه على جوج هكا في النص، وجيت بعيني تحت شويه العنق تحت الودنين. يعني شنو غنديروا؟ بسم الله نحاول نجي هنا في الوسط هكا، ونبدا نخدم غير هنايا، نخدم شويه بعد الوسط شويه، عاد نمشي نخدم الجناب هكا. وهنا هادي زادي في جليبات روميين ولا حتى في قوميجات ديال البنات، لا حتى البنيتات الصغار حتى الكبار، ماشي ضروري ديما انا تيتعرض ليا هاد الخيط ديال الثوب. نجي هنا عاوتاني هكا، نخدم هاد شويه هنا، عاد نمشي للجهه الاخرى. كاينين موديلات منهم بزاف، ان شاء الله كل مره غنقلوح لكم وحده. بحق الا عجبتكم البنات قولوها لي، خليوها لي في التعليق باش نكمل لكم. كاين طريقه جدادين، يعني نغيروا شويه هكا ونعمروا هذا الشيء. مره كنضرب اليمين مره كنضرب اليسار، تجي زوينه البنات والله. مشكله مع هذا، ما كنديرش السورجي في الثوب، يمكن دابا كندير غير مشطرات البنات المبتدئات وصافي. يعني راه كناخذ الوقت، الوقت واخا ما كاينش البنات، ما كاين هكا. شو كيفاش ديال ثاني هنا، تبع على الرشمه ونجي هنايا. شتو كيفاش هكا، زيد هنايا ماشي زوينه، ها جربوها. المهم اللي كيعشقوا داك جليبات روميين جربيها. مهم انا دابا تقريبا كملت، دابا هانتوما تقريبا درت النص. دابا شنو غادي ندير؟ غنجي هنا البنات، نجي ها فينا كنحاول هكا، وغادي نجي فوقها هنا في النص ديالها، شفتو في النص هكا، ونبدا نخدم وانا كنهبط. جينا في النص وكنهبط، كنهبط بشويه بشويه، وعندي التوب كيتمزق، عندي التوب كيتمزق هكا، وكنهبط حيت هذا التوب غير ديال التعلام. شتو؟ وكنخدم حتى كنكملو حتى نوصلوها هنايا. هبطوا بشويه بشويه، انا ديجا كنقول لكم قبل ما تخرجوا لي برا حتى تشوفوا واش راكم درتوها في فرش من نيشان. هكا شتو البنات، نفس الطريقه غادي نديروها الجهه الاخرى. كتجي زوينة، أنا بعدا عجبتني. هكا حتى نكملو، هكا
عندنا. شو كيفاش تكمل الخيط راه نعقدو وانا معكم. شتو مع اللون في المارو ما كيبانش، نحاول نقربو باش تشوفوا. شتو كيفاش كيجي، نكملوها. قليا هاد شوي ديال الخيط، انا دابا نكمل حيت انا راني متراسيه الودن حدا يعني ما نفوتهاش. دابا بقات لي ضربه اخرى وندير الخيط جديد ونفس الطريقه البنات. صافي نفس الطريقه ونوريكم كيما درنا هنا، ونخدموا الجهه الاخرى حتى هما غندخلوا. المهم ندير لكم واحد شويه ونحبس. ها انتم البنات كيما كملنا الجهه الاخرى نفس الطريقه، غادي نجي هنايا هنا وغنجيبها فينا. هكا حتى نكملوا الجهه الاخرى هكا وحنا غادي. صافي المهم نكمل هذا باش ما يجيكمش فيديو طويل ونوريكم البنات. ها هي دابا كما كملتها، شفتوا كيفاش جات. دابا غادي نديرو الخيط باش غادي نديرو خيط طويل باش نضفروه ويجي فوقه. المهم بقاو معايا وغتشوفوا انتم البنات. دابا غادي نجي هنا شويه الفوق ها فينا الخيط، ها هو ما غندخلوش من التحت، غندخلو هنا من الفوق هنا هاك الفوق، وما نخرجوش الخيط كامل، غنخليوه تقريبا شي 15 سنتيمتر ولا حتى 12 سنتيمتر باش خرج ليا. المهم انا خرجتها هنا، غادي نحاول نطلع قبل منها واحد شويه، غير شويه يعني قبل منها شويه هكا، ونخرجها نفس الثقبه هاك هاكا. عاوتاني غادي نجي فوق منها تحت منها شويه، ركزوا معايا، ونخلي شويه ديال الخيط العبار ديال الخيط هذا اللي ديجا خليت هاك، وغادي نطلع فوق، نطلع فوق منها هاكا، فوق من هذه اللي خرجت دابا الاخرى هاكا، ونخلي العبار ما نجرش كلشي هاك نفس الطريقه. عاوتاني نجي قبل منها شويه باش نسدها، عاوتاني نجي فوق من الاولى اللي خليت الخيط خارج نفس الطريقه، نكحل شويه خرج بنفس الثقبه ونخرج هكا، وخلي العبار كحز هنا واحد شويه شتو هكا هكا، خلي العبار تمام، ونجي هنا عاوتاني تحت منه واحد شويه ونخرجها بهذيك اللي خرجت في الاول. دابا نجي تحت منها في الثقبه هنا هكا، الخيط ها هو ما بلا ما نخليه ندخلو، ها هو باقي ليا، نحاول ندير خيط اخر بقاو معايا. المهم الخيط فاش بقى ليا في الاخر، دابا شنو غادي ندير؟ غنجي لتحت ماشي غنطلع الفوق، لا ماشي غنبداها من الفوق، من تحت ونرجع هكا وندخلها هنايا قدامي هكا هكا. دابا نرجع نفس الثقبه لي من هنايا، كنتمنى نكون كنشرح لكم مزيان تفهموني، مشكل عندي الضو مشكل ناقص، انا ما كنخدمش بالنهار البنات، كنخدم اكثريه بالليل. هنا نحاول ناخذ العبار ديال الشعر اللي عندي ونجي تحت منها، شوف تحت منها شويه هاك شفتوا تحت منها الخيط هكا، يعني بيناتهم غير شي جوج خيوط هكا، ونخلي العبار هكا ونجي تحت منها باش نسدها
هكا صافي، ما غاديش نزيد بزاف باش ما يجينيش تحت. هكا هكا نخرج الخيط مره هكا ونجي عاوتاني تحت منها هنا عافينا، ونخلي شويه ديال الشرع. صافي دابا البنات غادي نحبس، ما غاديش نزيد دابا حيت بركه واش بركه، ما غاديش نزيد. صافي غنمشي نفس اتجاه، شفتوا غادي نحاول نعقدها، بقاو معايا انتم البنات لما كتشوفوا. دابا شنو غنديروا؟ نقسموا الخيط هكا على جوج، هكا على جوج، ونديرو هكا بحال اللي كان الاول هكا. كتجي صراحه زوين البنات هكا. صافي كت في الخر كنعقدوها، نعقدوها نجي حتى لهنا ونعقدها باش ما تحلش، باش نوجد الخيط والابرة باش نقبضها. انا شديت واحد الخيط وعقدته هكا، غادي نشد الخيط نقص، غادي نقطع هذاك اللي عندنا الزياده هكا هكا. بقاو معايا، هذا هكا غنديرو له، غادي نديرو له هاديه ديال بداتي ندويو مزيان، غنديرو له هكا ونجيبوه باش نجيبو هاديك لتحت باش يجينا بحال الشعر، شتو؟ المهم بقاو معايا انتوما البنات. غادي نزيد لوي باش نقبطها دابا هكا، غادي نجيبها هكا ونرجع لويها مره اخرى ونجيب هاد العقده. شوفوا لويت المره الاولى جبتها لعندي ونشد ونعاود ديها، والاخرى التحتانيه نجيبها تحت منها ونديرها لتحت هكا باش كما كنديروا الشعير. غادي يجي شتي كيفاش غيجي، غادي نشد الخيط اللي برا نقبط ديرو لتحت وديرو نفس اللون ديال الخيط باش ما يبان لكمش البنات. نقبط بعدا هذيك التحتانيه هي الاولى اللي عقده، عاد نقبط التحتانيه العقده اللي عقدت هي الاولى نقبطها بعدا باش ما تبقاش تطلع، عاد نقبض الطفيره هكا ونشدو الطفيره ديالنا هكا. شتو شتو كيفاش هي في الطفيره؟ نشدو تنقطو الشعر غير بشويه قبطوها من كاع يعني كاع الجناب كامل قبطوه هكا، قبطوها شويه لتحت باش تشدو ديروا اللون ديالو باش ما يبانش هكا. حاول باش ما يمشي لياش الجهه الاخرى هكا، تجي تحت الشعر باش تقبط شي الاخرى، فين نثبت الطفيره ديال الشعر هكا. شفتوا كيفاش جات؟ شفتوا الشعر؟ انا شعري ما درت له جوك هكا. مش ما يتفسخش حيت راه غير ملويه، ما دايرينش ما درناش الطفره هكا. شفتوا دابا البنات غادي ندخل لون اخر مع، بقاو معايا باش نديرو الوريضه. انتم البنات كيفاش قبضت الطفيره ديال الشعر؟ شفتوا كيفاش جات؟ شفتوا الطفيره مع اللون؟ اللون ما تيبانش. دابا غادي ندير ليها وريضه انتم البنات، درت خديت غير في اللون بلون كاسي. غادي نجي ندير هكا خمسه ديال الخطوط، وحده هكا وحده الفوق هكا، ندخلها هنا
ونجي هنا في الجنب هكا ونديرها هنا ونجيها فينا هنا نجيبها فينا ونجيب هنا الجنب اخرى هكا وندير هكا غادي ندخل في واحد الجنب اخر باش ندير ورطة مازال ما درت الورطة دابا عاد غندير الورطة درتي ندخل هكا وغنبقى نهز وحده ونخلي وحده نحاول ما نشنتفش الخيط المارون هكا نخلي وحده ونمشي نهز وحده حاولوا ما تهزوش ما تشنتفوش الخيط القهوي هكا انا نهز وحده بحال كتجي بحال الشمسيه حاولوا غير ما تقيسوش الخيط المارون هزو غير بلون كاسي باش تجي بحال كديري وريضه هاك شتو هاكا نمشي هنايا شي عاود نهز وانا كندور حتى كتعمر هاكا خلي وحده ونهز وحده هاد الطريقه راه ساهله كدير في كنديروها في السته اش كنديروا وريضات في السته كنديروها هانت شتي ها هي وريضه صافي نقدر نكملها غادي الضربه الاخرى هكا ونخرج نخرج شنو غندير نجي هنايا نبقى ندير ندخل في اي بلاصه يعني هنا في الشعر الطفيره ديال الشعر ونديروا الضربه ديال العقده الفرنسيه هاد الشقيقات اللي كنديرو فاش كنديرو مشطه العروسه هكا نمشي للجهه الاخرى باش ما طلع لياش هكا الجهه الاخرى هكا كتجي صراحة زوينة البنات غير غديروها كاينين بعض الموديلات زوينين ماشي غير هاد الموديل كاين بعض الموديلات واعرين نحيد هاد الخيط البيض شتو راه كيدخل داك الخيط المكسر راه كيدخل داخل تيدخل في الطفيره حنا كاع نديرو نقدر نديرو العقيق الصغير ماشي ضروري العقده الفرنسيه نقدر نديرو العقيق حيت هي دخلات مع شتا ما خرجت ها كيفاش جات دابا غادي ندير الظهر بقاو معايا نبدل الخيط بالنسبه للبنات السلسله هذه السلسله العاديه اللي ديجا وريتها لكم اجي نجيو هنايا اللي ديجا خدمتها لكم مؤخرا غير باش نديرو بهالخيطة دي بحال شكل ديال الماكينة يعني هكا وكنرجعو هنا ونجمعو الخيط قبل منه نجيو قبل منها ونرجع هكا نمشي كحال شوية وكنرجع باش كنحكمها ها وحنا غاديين حتى كنكملو ديرو هكا هكا ونرجع انا شهمني غير هاد الخيط الابيض الخيط ديال الثوب شهمني ما درتلوش السورجي ونرجع ها حتى كنكملو عادي السلسله عاديه بحال الماكينه حتى البنات بحال ديال الماكينه هكا المهم حتى كنكملو الرشمه ديالي والله حتى شهمني هذا الخيط هكا
وحنا غاديين حتى كنكمل. نكملوا يعني كنديروا الفورمه ديال الجسم ديالنا هكا. المهم هكا بقاو معايا نكملها ونوريكم. بالنسبه للبنات خديت هاد التونتي هذا ديال راكم عارفين دي. خديت هذا قطعت ليه هاد الجنب هذا ها هو قطعته باش نديرو بحال شكل كسيوه من الفوق هكا. مين ما كملنا هكا غادي يجي. غنحاول نقطو بالخيط والابرة وندخل معاه ديريكت العقيق بلا ما نبقى نرجع، يعني نخدم حاجه وحده ديريكت هكا. نحاول نضغط على يدي مزيان، الا كانت طويله غادي نحاول نقص منها واحد شويه، نقص منها شويه باش ما تجينيش يعني فايته الرشمه ديالي هكا. نحاول نضغط عليها ونثبت نشد بعدا هنايا في الاول، عاد نرجع ندير العقيقات. هكا ونجيها فينا وندير عقيق، غندير عقيقة حتى نوصلها تم هكا. نتحش شوية وندير عقيقة هكا، نتحش شوية عاوتاني. عباركم عارفين عينكم ميزانكم هكا. عاود نكحش شويه هكا، ندير واحد بله هكا ها انا كملت. غادي ضربه وحده ايوا باش ندير تثبت مزيان، دير بيله وحده اخرى ونقبض البونت ديالي، يعني جاي بحال شكل بحال لابسه شي كسيوه ولا لاغوب هكا. نعاود باش ما يبقاش طلع ليا هكا، نرجع ها اش كتبان ليكم الشعر طفرة ولا لا. المهم البنات المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم. ما تنساوش عافاكم لايكات، ما تنساوش تدعمونا، وشكرا بزاف على الميساجات. غير سمحوا لي ما رديتش حيت شويه مشطونه. بالنسبه للبنات حكيت لهم انايا تقريبا يوميا انا كنخدم تقريبا جوج فيديو ثلاثة فيديو في النهار، وكنلوحو عندي فلاشين، وعاد عندي دايره التوقيت فوقاش كيتلاح. سمحوا لي الا ما جاوبتكمش وصافي. المهم البنات ها هو دابا كملنا، هذا هو الشكل ديالو، بقاو معايا. المهم البنات هذا هو الشكل ديالو، كنتمنى يبان لكم الضفيره ديال الراس. شتو الضفيره؟ المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نحاول نقرب لكم الكاميرا. انتم البنات دابا هي الكاميرا قربتها لكم باش تبان لكم الضفيره والوريده اللي درت، او عقده الفرنسيه كي درت. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم البنات، وشكرا بزاف، شكرا لكم. وخلاص كسيوه زعما درت لكم كسيوه. المهم شكرا لكم على الدعم ديالكم على الميساجات، بقاو على خير، تهلاو في راسكم. هذه بالنسبه للبسه ديال اللي كتجي في شي جليبه شتويه او شي شوميزه للبنات. المهم على حسب واحد وشنو بغا فين يديرها. شكرا بزاف، يلا بالسلامه عليكم. كاينين اشكال منهم بزاف والطريقه مختلفه. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اليوم، ما تنساوش اللايكات وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقاء ديالكم. يلا بالسلامه عليكم.